أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين والغر المحجلين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم سادتي. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. هد الهداية رزون حالك الشجن، يبكى الفخار بدمع عن دم هتني. لله رزون به كم للرشاد هوى ركن، وكم فيه بيت للرشاد الضلال بني. رزق به عرصات العلم قد بقيت دوارسا من فروض الله والسنن. لا غر وإن تكن الأكوان قد لبست ثوب المحاسن من حزن على الحسن، فإنه كان في الأشياء بهجتها قد قام فيها مقام الروح في البدن. ما للقضاء وللأقدار فيه جرت، وهو الذي أبدا لولاه لم تكن كم أقرح جفن النبي، وكم قد ألبست فاطمة ثوبا من الحزن. لم أنس يوم عميد الدين دس بي لجعدة السوم سرا عابد الوثن، كيما تغد من العليا دعامة فجرعته الردى في جرعة اللبن، فقطعت كبديا ممن غدا كبدا لفاطم، وحشايا من واحد الزمن. حتى قضى بنجيع السوم ممتثلا لأمر بارئه في السير والعلني.
وسافع لابو محمد ما ينهل الجود قضى نحبه يا ومن الكبيد ممرود شحال حسين لما نعاين العود يقلب بيه كبد اللي تخذين يقل له يا عضيدي يا ابو محمد اي كبدك مين لهيب السوم تمرد يا خويا اليوم طاغش يا معيد وعلى قلبي يا خويا تراكم الهم اياه يقل لي يا ابو محمد نحل جسمي على فرقاك يا ابو محمد نحل جسمي على فرقاك ايش يصبرني يا خويا خلاف عينك ويلي عسانا نروح كل احنا فداياك وبس انت يا بحر الجود تسلم عقب ذيك الهضيمة وذيك الهموم تالي هضعنيت والكبيد مسموم وعيد أصبح لها للشام هاليوم وعلي الهواشم صباح أظلم لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين طيبوا مجالسكم وروروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد اطلع الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه بمهمة بالغة الصعوبة في مواجهة المخطط الأموي الذي كان من ناحية يريد أن يسقط مقام البيت العلوي بشكل عام وشخص الإمام الحسن سلام الله عليه بشكل خاص في نفوس المسلمين ومن جهة كانوا يحاولون بقدر ما يستطيعون أن يفرقوا الجمع الإيماني المتكتل حول الإمام صلوات الله وسلامه عليه بمعنى آخر المجتمع الشيعي ومن ثم يتم الانقضاض على هذا التجمع الإيماني
ويمحق وجوده من على الأرض. محاولات متعددة كان فيها شيء من الاستفزاز الكبير، ربما تستدعي من البعض أن يرد على مثل تلك الاستفزازات بشيء من ردة الفعل الغير محسوبة، ردة الفعل البعيدة عن العقل والبعيدة عن الحكمة والبعيدة عن الموازين الشرعية. ومثل هذه الردات من أفعال الناس عادة ما تأتي بثمار عكسية، لا تكون في مصلحة الفرد ولا تكون في مصلحة الجماعة، وهذا ما يريده الأعداء. هذا ما يريده الأعداء، أن يستفزوا الطرف الآخر فيجبروه على التصرف بتصرفات غير حكيمة وغير سليمة، تؤخذ عليه ويحاسب بها، تنتقص من قدره وتنتقص من تجمعه وتنتقص من إيمانه ومعتقده، وبالتالي يصل الطرف المعادي إلى ما يصبو إليه وإلى ما يريد. نحن اليوم في مثل هذا الزمن لا نخلو من مثل هذه الاستفزازات الكثيرة، سواء على الصعيد الفردي كأفراد أو على الصعيد الجمعي كجماعة إيمانية. هناك الكثيرون من أعدائنا المخالفين لنا يواجهون بعضنا بعضا، اللي مثلا في العمل واللي في السوق واللي في أماكن في الشارع وأماكن مختلفة، على كل حال يواجهوننا ربما بالسب، ربما بالشتيمة، ربما بالتعيير، ربما بالأشياء أو القصص المختلقة الخرافية المختلقة تؤدي إلى إثارة حمية البعض، تؤدي إلى إثارة غضب البعض، فيضطر إلى أنه يتكلم بكلام غير موزون، أو يرد ردات، يفعل أفعال غير محسوبة، هذه مؤداها الضرر لا الفائدة. إذا إجا واحد وسبني وشتمني وعيرني، خصوصا هالأيام تسمع الروافض وأبناء المتعة والمجوس والصفوية وإلى آخره، يسمعها فلان، لما واحد يقول لي أنه أنتون روافض، لا نعم، واحد لما يريد يرد بردة فعل عقلاني يقول له نعم نحن روافض ونفتخر أننا روافض لأننا نرفض الظلم الذي أنتم عبيد له. شي جاوب ينشعس مكانه ويسكت. دين لما يقول لي أنه أنتم أبناء المتعة أقول له نعم إلنا فخر أن نكون أبناء متعة، لأن المتعة من الدين، لكن الزنا ليس من الدين. بهدوء البال، دين بردة فعل محسوبة دين وموزونة، تجبر الطرف الآخر أنه يحترمك ويقف عند حده. يوقف عند حده بعد ما يقدر تسوي شيء، بس هاي تحتاج إلها إلى شنو؟ تحتاج إلى حلم أبي محمد الحسن.
ابن علي، تحتاج إلى صبره. هذا الحلم العظيم الذي كان يوازن به الجبال، الحلم، الصفة هذه من صفات العظماء من الناس. الحلم صفة من صفات، والصبر عموما صفة من صفات أولئك النفر الذين يحملون في أنفسهم، قلوبهم، بين جوانحهم غايات عظيمة وأهداف كبيرة يريدون الوصول إليها ويتطلعون إلى تحقيقها. الكلام هنا قد يكون كثير في ساحة أبي محمد الحسن صلوات الله وسلامه عليه. هذا الشامي الذي جاء يواجه الإمام سلام الله عليه بكلمات السب والشتيم، وأنتم قرأتم وسمعتم مرارا وتكرارا وتعلمون أن معاوية من خلال الإشاعات ومن خلال الإعلام الباطل ومن خلال الأكاذيب ومن خلال الافتراءات استطاع أن يخلق في الشام جيلا لا يعرف عليا ولا آل علي بأنهم من المسلمين. إلى الدرجة اللي وصلت كما يقال أنه لما وصل خبر مقتل أمير المؤمنين إلى الشاميين، وصل إليهم شلون؟ وصل إليهم أن عبد الرحمن ابن ملجم ضرب علي بن أبي طالب بالسيف في محراب صلاته. هذا الخبر وصل إليهم. شلون كانت ردة فعل الشاميين هؤلاء؟ قالوا عجبا، أكان علي يصلي؟ أكان علي يصلي؟ سين الإمام الحسن واجه كما الإمام السجاد، الإمام السجاد أيضا سمعتم في سيرته أو في سيرة عاشوراء لما جاء بالسبايا والتقى بذلك الشامي، ايش قال للشامي؟ شيب رجال، ممكن مو صغير بالسن يعني، بس أثرت فيه دعايات الأمويين وصلته إلى أن يعتقد هذا الاعتقاد. الحمد لله الذي قتلكم وأراح البلاد والعباد منكم. لكن لما انكشفت عن عينه الغمامة رجع إلى بصيرته، إلى نفسه الطيبة غير الملوثة، لا تغير حاله وتغير موقفه 180 درجة، وصار عنده استعداد إلى أن يبذل نفسه فداء لمحمد وآل محمد. شايفين؟ هذا الذي كان أهل البيت من أجله يصبرون ومن أجله يتحملون ومن أجله يحلمون ويكظمون غيظهم، لأنهم كانوا يعرفون أن أعداؤهم فعلوا بالناس ما فعلوا فضللوهم أيما تضليل، والمضللون في زماننا هذا مو قليلين. ولذلك هذا لما أجي أواجه أي إنسان مواجهة لا عقلانية فيها إيش، فيها ما فيها من الإشكالات. مرة واحد يكون إنسان أعرفه معاند ملاجج، هذا مو طالب حقيقة، بس مو كل الناس هالشكل. أكو ناس تحتاج أن تتكلم معهم بهدوء، بروية، بعقلانية. لما تجيل من هذا الطريق أنت تهديه إلى الحق، تأخذ بيده، تطلع من نار جهنم تجيبه إلى الجنة.
هذا اللي كان أهل البيت يسعون إليه. الشامي لما يوقف عند الإمام الحسن يسب ويشتم وينال من أبيه أمير المؤمنين، كان أمام خيار، إما أن يقتله على أساس أنه ناصبي وجاحد دين ومتعد على الله وعلى رسوله وعلى وليه وهو يستحق القتل في هذا المقام، لكن هذا مو من شيمة أهل البيت الذين يتطلعون إلى هداية الناس، يحملون مشروع هداية، مشروع إنقاذ، يتحملون من أجل هذا المشروع غاياته وأهدافه الكثير من المعاناة والصعوبات، ويتجشمون كل العناء. يجي له بأريحية، يجي له بطيبة نفس، بابتسامة: أيها الشيخ أظنك غريبا. مبين عليك مو من أهل المدينة، أنت واحد بالفعل كذلك من أهل المدينة، ما يتجرؤون حتى الأعداء من عدوم ما يتجرأ أن يتمنطق بهذا المنطق، لكن مبين أنت من برا المدينة. يا شيخ لو سألتنا أعطيناك، ولو استرشدتنا أرشدناك، ولو استحملتنا حملناك، وإن كنت جائعا أشبعناك، وإن كنت عريانا كسوناك، وإن كنت محتاجا أغنيناك، وإن كنت طريدا آويناك. ردت الفعل الحكيمة هذه ايش سوت بهذا الشامي؟ هل التاريخ هو يحكي مو احنا؟ هالكلمات الساحرة، ساحرة بمعنى الجذب القلب العظيم، لا بمعنى التغلب على البصر، لا، قوة جاذبية فيها، وكل الكلام الطيب فيه قوة جاذبية. جاي أسبه، جاي أشتمه، جاي ألعن وألعن أبيه وكذا، وهو يرد علي بهذا المنطق، بهذا الخلق، مبين أنا في غلط، جاي في اتجاه معاكس. أي ذنب ارتكبته؟ أي عظيمة فعلتها؟ الرجل حار في مكانه لا يدري ما يفعل أو يعمل. اعتقل لسانه عن النطق، ما يدري وش يقول، يريد يعتذر. أي كلمات من العذر تكون مناسبة لرد للرد في مثل هذا الموقف؟ فلم يجد عذرا يعتذر به أو كلمات يعتذر بها للإمام إلا أن يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذا اللي يريده الإمام سلام الله عليه. الرجل لما شاف إحسان الإمام وكرم الإمام وعطاء الإمام وخلق الإمام انقلب رأسا على عقب، انقلب. ماذا قال الإمام؟ قال: لقد دخلت المدينة وليس على وجه الأرض أبغض إلي منك ومن أبيك، وأنا أخرج الآن منها وليس على وجه الأرض أحب إلي منك ومن أبيك. يعني الآن الإمام سلام الله عليه بهذا الرد الموزون، بهذا الرد الحكيم، بهذا الحلم الواسع العظيم، صنع رجلا
سيشكل في مستقبل الأيام جبهة إعلامية مضادة لدعايات الأمويين. هذا راح يرجع إلى الشام وراح يحدث، يقول ما عليكم من الحكي اللي تسمعونه ضد الإمام الحسن وضد علي بن أبي طالب، لا هو راح يدافع بعد ما يحتاج الإمام الحسن يروح هناك أو يطرش أحد. هذا وأمثاله هم يتبرعون بالدفاع لما رأوه من أخلاق الإمام العظيم. بهذا وأمثاله من الأخلاق الخلق العظيم استطاع الإمام أن يوحد صف الشيعة، أن يلم شعثهم، أن يحافظ على وجودهم، وأن يحبط مؤامرات معاوية وأزلام وأتباع من أن تنال من التجمع الإيماني الشيعي الموالي لأهل البيت. معاوية لما شاف القضية هالشكل قال يعني الخطط اللي أعددناها وسويناها وفعلناها كلها كسرها وأفشلها الإمام الحسن سلام الله عليه بصبره بحلمه بمواجهته السليمة للأحداث التي جرت عليه بأبيه وأمي. شاف أن المخطط ماله لن يحقق مراده اللي هو كان يطمع في أن يحول الخلافة الإسلامية إلى ملك عضوض، إلى ملك يتوارثه الأبناء عن الآباء في بني أمية لوحدهم. بس الإمام الحسن ما دام موجود ما يقدر ينفذ هذا المخطط، ما يقدر يسويش. الإمام راح يصير له بالمرصاد، والصلح الذي وقعه معه أيضا يحكم في هذه المسألة. هنا خطط الخبيث لاغتيال الإمام والتخلص منه بأن بعث السم إلى زوجة الإمام جعدة بنت الأشعث وأمرها أن تدسه إليه في طعام. وشوف الخبيثة ايش سوت، جابت السم هذا وضعته في لبن وذافت في اللبن شيئا من العسل حتى يخفي طعم السم. والإمام كان من عادته، وذاك اليوم هو صائم في يوم شديد الحار، صائم في يوم شديد الحار يا مؤمن، وكان من عادته أن يفطر أول ما يفطر على اللبن، وجابت إليه اللبن. صائم أول ما يدخل إلى جوفه من طعام سم زعاف، تصور شي يسوي في معدة خاوية خالية من كل طعام. تمكن منه فصار يشعر كأن من فيه إلى سرته تقطع بالمواسي أو تشرح بالسكاكين من شدة حرارة ذلك السوم والألم الشديد الذي خلفه عليه. بقي بأبي وأمي مدة 40 يوما وقيل 60 يوما يتقلب على فراشه يعاني ألم ذلك السوم وحرارته بأبي هو وأمي، حتى إذا كان في آخر ساعاته دخل عليه أخوه الحسين وجده على تلك الحال واضع كلتا يديه على أحشائه يتألم ويؤن أنينا يقطع القلوب ويذيب الأكباد.
قال: أخي أبا عبد الله، أدني ذلك الطشت مني. فقربه إليه، فلما قربه أخذ الإمام يقذف أحشاءه في ذلك الطشت، ثم أخذ عودا بيده صار يقلب تلك القطع بيده بأبي وأمي، والحسين ينظر إليه ويبكي متأثرا لحاله. يقولون عاد التفت هنا الإمام الحسن يشفق على الحسين، يقول له: أخي أبا عبد الله، مما بكاؤك؟ قال: أبكي لما صنع بك. قال أبا عبد الله: إن الذي أتى إلي بسم أقتل به شخص واحد، لكن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، يوم يزدلف إليك 30,000 يدعون الإسلام، يجتمعون على قتلك وسفك دمك وانتهاك حرمتك وسبي ذراريك ونسائك وانتهاب رحليك. يقل لأخويا: أخويا، أنا على معزة أعالج طلعة الروح، أنا على معزة أموت وإنت وياي وياي، وهذه إخواني وعزوتي وعيالي إحذاي، بالماي كل ساعة يا خويا تبرد حشاي، ياي وبيدك يا روح المصطفى تمسح علي. لكن وانت وانت لعد موتك يدوس الشمر صدرك، وبالسيف يا ابن امي يحز وداج نحرك، أويلي وتبقى رمية وينكسر صدرك وظهرك وجثتك تقلبها حوافر الأعوجية. بعد أبا عبد الله وأنا يغسلوني يا أخويا بماي جاري، وانت يغسلونك بدمك في البراري، وانا ما هو مثلك يجفنوني ببواري، سدرك وكافوراك تراب الغاضري. بعد وانا على معزة يشيلوني بشيال، وانا على معزة يشيلوني بشيال، وانت بقطعة بارية يا حسين تنشال. آه وزينب تروح ميسرة وتركب على جمايال، يال وتسلب عيالك عساكر بن أمي. آه وحسنا. ثم أنه سلام الله عليه أدار وجهه في أهل بيته موصيا لهم بالتزام أمر أخيه الحسين وأن لا يعصوا له أمرا، ويأمر أخاه الحسين بأن لا يهرق في أمره ملء محجمة دماء. آجركم الله هذا وقد عرق جبينه وسكن أنينه، أغمض عينيه ومد يديه ورجليه وأطبق فاه، ثم فاضت روحه المقدسة.
أيوة إماما وسيدا ومسموما وحسنا. ضج من في الدار كل بالبكاء والنحيم. الإمام الحسن بعد أن جهز أخيه جهز أخاه وضعه على النعش وأمر بني هاشم أن يأخذوا النعش لقبر جده رسول الله كي يجدد به عهدا. فلما علمت المرأة وأقبل إليها مروان ببغلته التي كان قد أخذها من مولانا الإمام الحسن سلام الله عليه، قدم إليها البغلة، ركبت عليها وأقبلت في جمع من بني أمية تصيح: لا تدفنوا في بيتي من لا أحب، أو تجز هذه، يعني تقطع شعرها. وقد أشارت إلى خصلة من آجركم الله يقولون. فلما ثار الخلاف رميت جنازة الإمام بالسهام من بني أمية فأصابها 70 سهما. أيوة إماما وسيدايا. يقولون فهاجت غيرة الهاشميين وثارت حميتهم لما رأوا السهام في نعش الإمام الحسن. وهاجت الغيرة ونبض عرق الهاشميين ثارت حميتها وظلت تنظر حسين. وويلها هاجت الغيرة من سلالة حامي الجار والنبل يعصف عالجنازة يمين ويسار ومروان والمرأة بفرح وحسين محتار بالصبر وصاه الحسين نسل الميامين. أويلي لأن البطل عباس هاجت غيرة أبيه والتفت لن شيخ العشير الدمع يجري. يقولون عاد هنا نظر العباس إلى أخيه الحسين منكسا رأسه تتحادر دموعه على كريمته. فلم يتمالك أبو الفاضل دون أن جذب سيفه من غمده وشهره أمام بني هاشم صائحا فيهم: يا بني هاشم، أو ترمى جنازة أخي الحسن بالسهام وفينا عرق ينبض وأيدينا على قوائم سيوفنا؟ يقولون فلما نظر إليه أخوه الحسين وقد هاج عزمه للقتال أقبل الحسين يشق صفوف بني هاشم شقا حتى وصل إلى العباس وضع يده على يمين أبي الفاضل قائلا: أخي أبا الفاضل، اصبر واسكن، فليس هذا يومك، وإن لك يوما آخر. يا ويلي دار حسين عين عليه وقال: اصبر يا ابو فاضل،
هذا مقدر ومكتوب وامر من السماء نازل إلك يوم الذي جفوفك مقطعة وعلى الوجه سايل مخاياك والسهم بالعين وانت موسد التربة وويلا. ثم التفت إلى بني هاشم صاح الله الله في وصية أخي، فأمرهم بأن يغمدوا جميعا سيوفهم ويرفعوا جنازة الإمام إلى جهة البقيع، فرفعت الجنازة على أعناق الرجال في بكاء ونحيب، وإذا بفخر المخدرات زينب تنظر إلى نعش الطاهر محمولا على الأعناق، صاحت ريض يا أبو سكنة بجنازة حلو الأطباع، خل على الرضايا وخلنا نجدد وداع، ويلي عرج بتابوته يا على مكسورة الأضلاع، إلى وين ما ماشي بكعبتي الوفاد يحسن، ويلي عرج على قبر البتول بنعش بنها، قبر يا اخويا لا تحف ربعي عيد عنها، دفنا بكترها بلجتيها وين حزنها، إلى وين ما أنشب كعبتي الوفاد يحسن، يريض يا أخويا بهالنعش قلبي ترى ذاب وجسمي انتحل يا أبو علي يا من أفراق الأحباب، مقصد الوافد حيف نور بالثرى غاب، عنا مشمل فالأرامل والمساكن، ظل الشهيد حسين عبراته يهلها، يشوف الوديعة وقلبه يتصدع لجلها، ونادى اطرح جنازة عضيد عند أهلها، خلونا عشوة واردت ذيك الخواتي، طاحت على نعش الحريم وقام لصياح، ومن اخوته بكثر البواكر راحت ارواح، كل من طلع من منزله فوق النعش طاح، وحسين بس يصبق يا إشمال بليمي وويلاه. ثم أنه أخذ النعش الشريف إلى حيث أرض البقيع، فأنزله الحسين في لحده ثم وضع اللبن عليه، وأهال التراب على اللبن، ثم جلس إلى القبر يبكي
يقولون الحسين عاد بهاللحظات رفع عمامته عن رأسه ألقاها على قبر أخيه. هذا أعظم تعبير عن المصيبة وعظمها، إجلال لمقام الحسن سلام الله عليه. صار ينعاه ويبكي لفراقه، ينادي أأدهن رأسي أم تطيب محاسني وخدك معفور وأنت سليم. آه بكائي غزير والدموع، بكائي طويل والدموع غزيرة وأنت بعيد والمزار قريب. غريب وأكناف البيوت تحوطه، ألا كل من وارى أخا، ألا كل من تحت التراب غريب. وليس حريبا من أصيب بمآله، ولكن من وارى أخاه. فمن مبلغ المصطفى.